اتفضل احمد. مفيش وقت نضيعه، ده اسرع بيوم في تاريخ مصر. البلد كلها على كف عفريت، كل حاجه في خطر، البلد بتتنهم. تحت امرك يا فندم وتحت امر البلد، ربنا هيستر. ما هو هيسترها ان شاء الله، بس لو اتحركنا بسرعه واتحركنا صح. امورنا يا فندم، عايز نعمل ايه؟ رحيم السيوفي ماله؟ هرب مبالغ كبيرة عبارة عن فلوس وذهب بره مصر عن طريق تحويلات بنكية وعن طريق عربيات. العربيات دي اتحركت وهي متحملة ببلاوي متلتلة لصالح البهوات اللي ودونا في 60 داهية وورطونا الورطة السود اللي احنا فيها دي. ايوه باشا، بس رحيم ده راجل عمال كبير جدا، يعني في رجالة وفي سلاح، المواجهة معاه دلوقتي تعتبر كارثة. كارثة ايه بس؟ وفي كارثة أكتر من الكارثة السوداء اللي احنا فيها دي. ما هو رحيم لو هرب بره مصر مش هنعرف نجيبه. رحيم لازم يبقى بين إيدينا والنهاردة. يا باشا البلد مقلوبة. يا أحمد احنا ممكن ما نبقاش على كراسينا بكره ولا على مكاتبنا، انما لازم نشتغل لحد اخر وقت في خدمه البلد دي. رحيم السيوفي مهمتك مهما حصل. انا عاوز رحيم وكل ورقه في بيته وفي شركاته خلال ساعتين. دي مليارات مليارات خرجت بره البلد خلال 8 ساعات. حاضر يا سياده العميد، الليله دي رحيم هيبقى في ايدينا حتى لو كان اخر يوم في عمري. السلام عليكم. اهو رحيم واصل اهو، حل على دماغي بقى. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة يا اخوي. الله يسلمك. ربنا يخليك يا ابني. وايه اللي بيحصل ده يا رحيم؟ والله ما انا عارف يا ابني. خلينا نشوف هترسى على ايه. اخوك فين؟ ما تقلقش على هشام. وانت رحاب، اطمني على جوزك. وبعدين سيد ده جن. أنا موقف وراهم رجالة تحميهم. ربنا يخليك لينا يا أخويا. ربنا يعدي الليلة دي على خير. أنا عايزك تيجي تقعدي عندي الفترة دي يا دليل. لا ينفع. هبعت لك عربية تاخدك. رايحين بيه؟ 10 دقايق وهتلاقي العربية عندك. ها؟ هكلمك بعدين. سلام. في ايه؟ الحكومة عندي على بوابة القصر. خليهم يدخلوا ومحدش يتعرض لهم. منورين يا باشوال. سيادتك انت بتسمح لي اغير هدومي؟ ما انا مش هروح معاك كده. اه طبعا، خد وقتك. في ايه يا رحيم؟ يا لهوي رحيم، احنا فين يا رحيم؟ احنا فين يا رحيم؟ بس قول لي. ما تخافش يا حاج. ما تخافش يعني ايه؟ انتوا مش عارفين احنا مين؟
احكي لك كل حاجه الصبح واحنا بنفطر سوا. رايح فين بس يا رحيم؟ رحاب ما تقلقيش. كان نهار اسود ومنيل. باشا انا هروح بعربيتي. يعني ما ينفعش طبعا. رجالتي لو شافوني راكب عربيه تانيه غير عربيتي احنا هنزعل وانتوا هتزعلوا. يلا بينا. يا نهار اسود ومنيل. رحيم. يا نهار اسود ومنيل يا رحيم. رحيم. واخدينه على فين دول؟ انا عارف. يلا بينا عشان نحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرما. انت لسه برضو بتلبس جزم بتقول يا احمد بيه. مش هين عليك تقول كمان؟ لساني ما بينطقش غير باللي في قلبي. احنا سايبينك بقالنا فتره.